انت بتقول لي كده، يبقى انا لازم بالاساس يكون موجود في كل فريق، وطبعا من الاهلي انا اقوله ناديت بالحكايه انه دي، يكون في اخصائي نفسي نفسي لتعديل السلوك، لانه ازاي وهو بيقابل هذه الضغوط ازاي يتعامل معاها، وازاي ابقى عارف ان انا مش هتقدر تاخد الطاقه القصوى من هذا اللاعب في هذا التوقيت، فبالتالي تقريري تبقى للمدير الفني والاداره ان انا محتاج معاه 6 شهور عشان سلوكه يتعدل، لان وقت ما ينزل مع الضغوط دي مش هيقدر يديك، فانا بالتالي انا عندي طاقه كويسه لكنها مهدره جوه الفريق. بالظبط كده. فنيا بمستوى بينزل، ولما بتقول طاقه كويسه ناخد مثلا على سبيل المثال حد زي كهربا مثلا، يعني كهربا لعيب كويس جدا جدا ومكسب كبير قوي الاهلي، لكن حجم الضغوط اللي تعرض لها في الفتره اللي فاتت دي كبير جدا جدا، ممكن يربك اي حد اي لاعب وممكن يطلعه عن تركيزه، خاصه ان في جمهور المنافس بتاعك كله ضده ففي ضغط كبير جدا. لذلك مساله مهمه جدا جدا، وانا قلت الكلام ده هنا اكتر من مره، ان احنا محتاجين اخصائيين نفسيين على اعلى مستوى، مش لمجرد ان هو حد يعني خريج علم صحيح. نفس او صحيح. طب نفسي او كلام من، صحيح. لا انت خبراء، لان انت اللعيب ده بيمثل ثروه بالنسبه لك، ده مشروع او ده قيمه اقتصاديه كبيره. طب تحديدا انت قلت كهربا، كهربا اتعرض لضغوط وهو عارف، واحنا كلنا عارفين في الوسط كله انه داخل عليه عبء شديد جدا لو نزل، انه تعليمات بايذاء هذا اللاعب بشكل او ما، ايذاء نفسي وايذاء بدني وايذاء حتى سب وقصف جوه الملعب، وشفناه وظهرت حتى من الشاشه ولم يعاقب هذا اللاعب. مش دي نقطتنا يعني. نقطتنا ان انا مهما يكن هقول لهذا اللاعب خد بالك مالكش دعوه بالضغوط، خد بالك ما تعبرش، هل هذا الكلام يفي بالغرض ولا احنا محتاجين حد متخصص؟ لا محتاجين حد متخصص، لان حكايه لا ما تعملش يعني ما تهتمش مش كافيه، لا لازم حوار، متخصص بيعمل معاه حوار فبيقنعه بان هو يغير او ان هو هيستحمل ازاي، يديله ثقه بنفسه في طريقه معينه، ده منهج ده يعني، منهج علمي، ده يعني شغل طبعا علمي طبعا يعني. وانا اقول لك حاجه، نادي ريفر بليت في الارجنتين، طبعا انت عارف ده من اكبر انديه الارجنتين، وده اللي طلع منه مارادونا وكده، في وقت من الاوقات قعد 3 4 سنين نتائجه وحشه جدا، فجابوا واحده خبيره طب نفسي على مستوى عالي جدا، دكتوره يعني، ومارسوا تجربه جديده جدا، ان هي يعني عاشت مع الفريق، عاشت مع يعني المدرب في الملعب وهي مع المدرب، بتنزل معاه الملعب وخارجه من الملعب وكده، فنتائج الفريق اتغيرت 180 درجة. هي نفسها قالت، وانا قريت بحث هي عاملاه عن الحكاية دي، بتقول ان لعيب الكورة، لاعب الكورة يعني، بيتعرض لضغوط غير عادية، غير اي حد تاني، او غير حتى اي لعبة تانية، يعني اي نجم في اي لعبة تانية، حتى غير نجم السينما، غير نجم النجوم بشكل عام، يعني اندر سبوت بيبقى عليهم ضغط يعني واندر بريشر، فهو فبتقول لاعب الكوره بقى قد نجم السينما وقد الحاجات دي 10 مرات، لانه بيواجه الجمهور، ده مش ممثل بيواجه الجمهور في مسرح، بيواجه 200 واحد في المسرح، صحيح. او بيواجه 1000 واحد او 2000 واحد، لا بيواجه 50 و60 ألف، فدي مساله عبء نفسي كبير. اتنين فبيتحمل مسؤوليه كبيره جدا قدام ناديه وقدام مدربه وقدام جماهيره، لو اخفق كل ده بيدور في ذهنه، انت محتاج تفرغ ذهنه، محتاج يعني محتاج تمتص كل ده، ده ليه برامج معينه ما بيتمش كده، حكايه زمان يعني قبل ما اتطور الطب النفسي الرياضي وكده، كان في الثلاثينات والعشرينات والاربعينات من القرن الماضي، كان الناس واخداها حسب خبره كل مدرب، صحيح. مدرب فاهم نفسيه اللعيبه فممكن يطوره، ممكن يقول خلي بالك مدرب ما يعرفش حاجه فممكن يعمل كوارث، لكن النهارده النادي الاهلي ليدر، النادي الاهلي قائد في الحاجات دي، النادي الاهلي يعني متقدم، هو القاطره بتجر الرياضه، وبالتالي اهتمام بالطب النفسي او باخصائي نفسي على مستوى عالي دي مساله مهمه جدا بالنسبه للكوره، زي الاهتمام برضو انا قلت ناديت من هنا قبل كده الاهتمام بالطب الرياضي، يعني مساله ما يعني محتاجين نكرس حكايه الطب الرياضي هنا عشان الاصابات الكتيره دي، محتاجين نجس الارض الملعب، ارض استاد التتش، هل هي سليمه ولا لا، وانا قلت تجربه قبل كده تشيلسي انه تبين ان الارضيه ملعب عندهم صلبه فكانت بتسبب اصابات، جابوا فريق على مستوى عالي جدا من خبراء
الطب الرياضي واخو براء الهندسه وكده وجاس. فالمساله ان احنا الاهلي دايما يعني بيسلك مسار العلمي او الاهلي دايما هو اللي سابق. فانا اتمنى ان حكايه الاهتمام بالعنصر الطب النفسي دي او الاخصائي النفسي مع الفريق دي مساله مهمه جدا، لان النادي الاهلي من اكبر الانديه اللي بتتعرض لضغوط، لاعبتها بتتعرض لضغوط لان مسؤولياتها يعني في استحقاقات مطلوبه منها ومسؤوليات كبيره. فعشان كده